اهلا بيكو. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده والمحاضره دي كلها اللي مجموعه الفيديوهات اللي جايه عن السكوب مانجمنت. الحقيقه السكوب من اهميته بنرجع له مرارا وتكرارا واحنا بنتكلم في فاندمنتالز اوف بروجكت مانجمنت. ده لان يمكن اهم حاجه في البروجكت ان السكوب بتاعه يبقى متحدد كويس. وساعات يمكن للتبسيط الفكرة أنا بحب أقول إن السكوب والجول حاجة واحدة، يمكن ده تبسيط للفكرة لكن هما فعلا قريبين جدا من بعض. أنت لو السكوب بتاعك متحدد كويس يبقى أكيد الجول بتاع المشروع متحدد كويس، والعكس لو الجول بتاع المشروع واضح جدا السكوب هيبقى سهل جدا تحديده. سوري. طيب أنا علشان أتكلم معاكم في السكوب مانجمنت لازم ارجع وافكرك احنا اتكلمنا عن السكوب وقلنا ايه السكوب. لما اتكلمنا عنه اول مره قلنا هو مجال الرؤيه بتاع المشروع، هي ايه الحاجات اللي داخل فيها سوري اللي داخله في المشروع، المشروع المفروض يعمل ايه سواء من ناحيه البرودكت سكوب او من ناحيه البروجكت سكوب، ايه الحاجات اللي تهم المشروع وتهم صاحب المشروع وتهم بالتالي مدير المشروع. وبعدين اتكلمنا تاني عن السكوب لما ابتدينا نتكلم عن السكوب كريب، وقلنا خلي بالك كل ما بتتغير المتطلبات بتاع المشروع السكوب بتاعه برضو بيتغير، وده برضو يمكن يرجعنا لنقطة الجول والسكوب. anyway السكوب لما يبتدي يتغير بشكل مش منتظم هيظهر ان ممكن يحصل معاك مشاكل كبيرة جدا في اثناء المشروع وفي اخره. بالتاكيد هتلاقي ان البلان والشغل اللي انت عامله دوكيومنتيشن عندك ملوش اي علاقه بالمشروع او بالنتائج اللي طلعت من المشروع. فبنرجع تاني للمشروع بس المره دي بنرجع تاني للسكوب بس المره دي هنحاول نبص له من ناحيه مختلفه شويه. هنحاول نبص له الاول من وجهه نظر الكاستمر. كنا دايما بنتكلم في الفاندمنتالز اوف بروجكت مانجمنت بنتكلم على ان انت الكاستمر جاي بالفكره جاهزه، جاي هو عاوز يعمل ايه، وانت بتبتدي تعمل معاه تحديد لايه اللي داخل جوه المشروع، وبالتالي تبتدي تكتب السكوب، ومن السكوب بتبتدي تعمل حاجات تانية زي ما اتكلمنا وزي ما هنتكلم لسه. هنا النقطة لأول مرة هبتدي أتكلم معاك كما لو كنت أنت الأونر بتاع المشروع أو أنت الكاستمر. إزاي تحدد المتطلبات بتاعة المشروع علشان المشروع بتاعك يبقى قابل للتسويق وقابل إن هو يبقى له فيزيبيليتي، تقدر في الآخر تنفذه وتقدر تطلع حاجة الكاستمر عايزها وتقدر تطلعها بالتكلفة اللي الكاستمر بتاعك يقدر يدفعها. هنا يمكن الكاستمر اتكررت بصورتين. لما بتكلم كبروجكت مانجر الكاستمر بتاعي دايما هو الاونر، لكن لما بتكلم انا كاونر الكاستمر بتاعي هو اللي هيستفيد من المشروع، اللي هو ما يهمش البروجكت مانجر كتير. لكن بالتأكيد اذا ما كانش البروجكت مانجر عنده فكرة الكاستمر بتاع الكاستمر او الكاستمر بتاع الاونر عايز ايه بشكل واضح المشروع مش هيطلع بشكل كويس. المهم فنرجع لنقطه تحديد الريكويرمنتس. النقطه دي هنقعد نتكلم فيها شويه صغيرين، هنبتدي نتكلم فيها من الفيديو الجاي علشان نشوف ازاي كاونر انت ممكن تبتدي تحط مواصفات كويسه للمشروع. وبعدين نرجع تاني مع بعض نكمل كلمتين بسرعه عن بقيه السكوب مانجمنت. فأرجو ان انتوا تيجوا تتفرجوا معنا على الفيديوز الجاية علشان نبتدي نتكلم مع بعض على السكوب مانجمنت.